السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر عبد العزيز من قناة عملاق الألعاب. النهاردة هنختم الحلقة الثانية من لعبة ريزنت ايفل راكون سيتي. نبدأ الحلقة وبسم الله. هي احلى حاجة الحاجة اللي حطيت لها دي تعرف التلاتة دي. ايوه وبن ريدي يا ابني كم UBCSD Platoon B Squad. Your umbrella security service. Our management must be in a panic if they sent you. Save it. What are you doing here? My team was sent here to rescue. لو حد بيلعب كروس فاير يكلمني انا ومعاه زد بي مش عاوزه ببعته له بقول اسم ايه. طبعا مش حد بيدي زد بي ببلاش انا بهرب. City Hall is crawling. UBCS. He'll get himself killed somehow. With that orders, let's move. All the best with your mission. I'm not sure if I'm going to go there. The city hall has been locked down. Access the security room and override it. Copy that command. Hello. بعد ما موتهم برمي القنبلة. ايه الحلاوة دي؟ فين يا command we've entered the security room.
ايوه راكون، حوالين راكون. خير طول عمرك نادل وجبان وخسيس. انزل انت كنت موتش. طب تضرب الضربة دي انا؟ ده نشوف تفتكروا الباب اللي دخل فيه نيكلاي؟ كان في باب هناك في البابون.
بعدنا. بقى كل دول انت يا حبيبي انت بقالك كتير مكدش. This is the evidence. Let's burn it. Let's do it. Didn't mean. ناس واحدة أربعة واحدة هنا. هي. خمسة. They served their purpose most excellently.
وهترتك في الجزء الثالث وهترتك تاني. اوريك المخلقة دي. نهار ابيض. فين بقى الوحش ده؟ وبكده نبقى ختمنا الحلقه الثانيه، وانتظرونا ان شاء الله في الحلقه الثالثه. ما تنسوش اللايك والكومنت، تقولوا رايكم في الحلقه، وان شاء الله بعد ما اخلص دي، خلص ريزنت ايفل راكونسيتي هختم 6، ولو عايزين ان انا اختم الجزء السابع هختمه. يلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.
تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.